والحديث عن فوز ليفربول والهدف رقم 100 في البريمير ليج ينضم إلينا الأستاذ محمد جمال رئيس تحرير كرة نيو عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. يعني في البداية بالتأكيد فوز مهم لليفربول قبل لقائه القادم أمام ميلان في البريمير في الشامبيونز ليج عفوا. كيف نجح برأيك كلوب في التفوق على نظيره الأرجنتيني بيلسا وفريقه ليدز يونايتد؟ مباراة ليفربول ليدز كانت مباراة معنوية في المقام الأول، منها عودة إلى الصدارة بالتساوي مع تشيلسي ومانشستر يونايتد بالنسبة للكلوب. أما بالنسبة للاعبين فالموسم المنقضي كان موسم غير ناجح بكل المقاييس، هم يحاولون بكل الطرق مواصلة التحدي سواء على مستوى البريمير ليج واستعادة اللقب أو الوصول إلى أبعد نقطة في الشامبيونز ليج. استطاع يورجن كلوب أن يقدم كل الدعم المعنوي للاعبين، حالة صلاح المرتفعة، وجود فان دايك وزيادة الفعالية في تواجده في الخط الخلفي وعودته هذا الموسم منح مع باقي العناصر ليفربول الأفضلية على بيلسا، بالإضافة إلى حالة الطرد منحت الأفضلية الكاملة ليفربول على ليدز يونايتد بالأمس. طيب نتحدث عن محمد صلاح والأرقام القياسية، سجل أهدافه رقم 100 في البريمير ليج وأصبح بذلك كما تحدثنا قبل قليل أصبح خامس أسرع لاعب يصل للهدف رقم 100 وثاني لاعب إفريقي بعد دروغبا في عدد الأهداف. ماذا تعني تلك الأرقام في مسيرة صلاح مع نادي ليفربول؟ أولا صدى واسع للأرقام التي يكسرها محمد صلاح يوما بعد يوم. كما تفضلت محمد صلاح هو اللاعب الخامس في من حيث السرعة في الوصول إلى 100 هدف، وصلهم إلى بعد 162 مباراة في البريمير ليج، له هدفين مع تشيلسي و98 هدفا رفقة ليفربول في البريمير ليج. أمام صلاح رقم قريب منه للغاية، وأن يصبح الأسطورة الإفريقية عبر التاريخ في البريمير ليج فقط يفصله 4 أهداف قبل المعتزل أسطورة كوتيفوار ديدييه دروغبا، فقط يفصله 4 أهداف. صلاح هو الجناح الأول الذي يصل إلى 100 هدف في تاريخ البريمير ليج، فقط 30 لاعبا منذ بداية مسابقة الدوري الإنجليزي بمسمياتها المختلفة تجاوزوا 100 هدف في البريمير ليج. صلاح يواصل تحطيم الأهداف في البريمير ليج كالعادة، يعني نراه جوكوفيتش عالم كرة القدم. طبعا نعم. صلاح اليوم تصريحات أمس واليوم تصريحات كلوب تصف لماذا صلاح وصل لهذه المرتبة، لماذا صلاح لاعبا استثنائيا، لأن نهمه نحو كرة القدم ومحاولته الاستمرار في تحطيم الأرقام القياسية لا ينقطع. يورجن كلوب صرح أن صلاح كان غاضبا رغم تسجيله أمس رغم فوز ليفربول بالثلاثية، قال أن صلاح كان يتمنى تسجيل المزيد والمزيد من الأهداف في المباراة. نعم، نتمنى التوفيق إن شاء الله دوما للنجم العربي ممثلنا في الأندية الإنجليزية محمد صلاح وبقية اللاعبين العرب، نتمنى له إن شاء الله التوفيق. كنت معنا محمد جمال رئيس تحرير كورة نيو عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.